قدامك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك بنتك الكبيرة هذيك خصها تتقى الله وخصها تعرف بأن الله حق وبأن الجنة تحت أقدام الأمهات. تتواجهي انت مع باها بحال اللي كنشوف ضررتي مع باها. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. ما قالش الله الجنه تحت اقدام زوجات الاباء. لا لا ما قالش هكا. حنا نكملوا شي حويجات ضروريين اليسرى باش نحميوها نهائيا، حيت ما يمكنش نخرجوا في هذه الهيلاله ونزيدوا نكملوا عليها. ما يمكنش، راه تشوهات ونزيدوا حنايا نشوهوا. راه ربي اللي عالم بينا، واخا كنبانوا لكم هكا مهادئين وهذاك، ولكن راه حنا على اعصابنا وكنحاول. راه عقلي خصني، عقلي قليل بينفجر، خصني نفكر في كل تفصيل في كل تفصيل باش ما نضرش البنت، ما نضرش الاسره، ما نضرش، وكلشي كيتقلب عليا. امشي عيد اللي احتار عدوك فيه، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصوره مع دماغك. خطا هم خوتك ولدي ما كنتهلاش فيكم. لا اهدر مع اهدر مع الناس ليش ماشي انا كنبزز عليك. شنو كنشري لكم؟ شنو كندير لكم؟ هضر ما جهدش كيحشم امين نخلص الضوء اللي ما هو اللي ما كنا هو اللي ملبسنا هو اللي ما لنا هو حاتم الحاتم ابو حاتم حاتم الحاتم ابو حاتم هو بيه هو بيه كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واحد الرساله خفيفه ظريفه لمولة الناموس اللي خارجه كتشفف لوبنا، وكنقول ليها غير صبري راه الصمته كتدور والبزيم غيعطبك. بالنسبه للوشايه الكاذبه اللي غتتابعها بها بوكريشه، ابار بنتو المتابعه اللي غيتابعك بها بوكريشه تهمه الوشايه الكاذبه، فالعقوبه السجنيه ديالها كتراوح ما بين 6 شهور الى 5 سنوات على حسب الضرر النفسي والمادي والمعنوي. وحنا كنعرفوا بان الضرر اللي غتصبو الوشايه الكاذبه بالتهمه ديال زنا المحارم فباطله، فهي تعادل جريمة القتل. احنا كنعرفوا جريمة القتل شحال كتكون العقوبة ديالها السجنية، والغرامة مالية كتراوح ما بين جوج المليون حتى العشرة المليون. وعازد الى ذلك تقدر تمشي الامر حتى لاتلاف القناة ديالها، زائد يقدروا يسحبوا منها رخصة السياقة، يقدروا يسحبوا منها جواز السفر اللي ما عندهاش. يعني فيها اضرار جسيمه. عاد النشر في الصحيفه لان خصها تعلم البراءه ديال ديك السيد لانه كان عليه الضرر كبير، لان تعلن البراءه ديال السيد من ديك التهمه تكتب في جريده او في عده جرائد وغيتكلموا عليها. المهم كلشي غيتكلم عليها. تقدر تبان في دوزام تقدر تبان في دوزام كيف مختك خميره. فكنقول لك غير طريتي طريتي وما تخرجيش بزاف، ما تبينيش الفرحه ديالك بزاف، لان الله يمهل ولا يهمل. لبنى ما كانش سباقه نهائيا. لبنى المشاكل ديالك مع العائله ديالك والبنات ديالك بداو قبل ما تجي لبنى بسنوات ضوئيه. وخرجوا البنات كيتشكاو وخرجوا في المواقع وكيهضروا على انك ما عطيهمش الحنان وعلى انك خدامه وسامحه فيهم لانك ما مسالياش ليهم. هادشي كامل بدون تحريض لبنى. كانت باقا ما كايناش لبنى، حسها باقي ما كاينش. هما كيعاودوا الاضرار ديالهم وكيعاودوا داكشي الواقع اللي عايشين فيه. لبنى هنا شنو دارت ليك؟ تحريض. قلتي التحريض، بان التحريض ما كانش لبنى ديك الساعه ملي كانوا كيخرجوا هما في المواقع، خرجوا في قناه الدار. ديك الساعه كانت شي لبنى، كانت بقى ما كانش لبنى. ديك الساعه كيديروا داكشي بالاراده ديالهم بالاحساس ديالهم، هما شنو حاسين شنو عايشين. الواقع المر اللي عايشين فيه حنا كنشوفوا دابا بعينينا. كنا في الاول ما متيقينش، كنقول الله اعلم، ولكن دابا حنا كنشوفوا الدراري وكيفاش عايشين. ومن نهار بدا المشكل وحبستي الحنه، وانتي كل نهار تديري لايف في دار في شكل، كل نهار كديري لايف في دار في شكل
دارك ما كتعمرياش، ما كنشوفكش جالسه وروتيني غدايا عشايا فطوري وليداتي تنطر كنشوفك غير واحد اللقطات كتصوري بينو زعما باش تدي الفهم، هادشي اللي كنشوفه. اما الحياه كما هي كيف ما كدير دابا لبنه اللي مع ربيباتها اللي مع بناتها، ما شفناش داكشي عندك انت نهائيا، حتى مع الوليدات الصغار مساكن كنشوفهم الله اعلم بحالهم، لا يعلم بحالهم الا الله ولهم رب يرعاهم. قلتي راه ماكلتنا ما هي ماكله ونعاسنا ما هو نعاس بدون شعور خرجتي داكشي، هو ليهم الله سبحانه وتعالى، الله يدير ليهم التاويل الخير كيف ما دار خواتاتهم. والله الا خواتاتهم قال لك الالف فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء قالت لك بانه بحال اللي كانوا في شي حفره وتهزوا منها بحال اللي كانوا في الظلام وخرجوا للضوء، يعني كانوا عايشين في القهره ودابا الحمد لله ربي شاف جهتهم عطاهم واحد الرزيق باش يعيشوا به بدون من ولا اذى. حنا ما كنولدوش وليداتنا كنصرفوا عليهم بزاف من ناحيه حنا اللي كنبغيو نحملو بهم وحنا اللي كنبغيو نولدوهم، فبالتالي علينا هما مسؤولين منا بغينا ولا كرهنا، وما كنتسناوش منهم المقابل، كنتسناو منهم الحب والود صافي صافي يحنوا فينا، ما كنتسناوش منهم يرجعوا لينا الا الا جات شي حاجه من عندهم بطيب خاطر مرحبا، ما كنتسناوش حنا يرجعوا لينا داكشي اللي درنا عليهم ولا نشوهوهم، ولله في امره شؤون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.